هتسمعوا ان الريبورت سبيتش بيجي دايما بعده باست بيرفكت. هتسمعوا ان الريبورت سبيتش بيجي بعده دايما باست بيرفكت. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لك هي ريبورتد ذات هي هاد بين سموكينج. هل ده غلط؟ صح. لكن صح في الجمله دي. على اي اساس بختار تنس الفيرب اللي بعد ريبورتد؟ على اي اساس بختار تنس الفيرب اللي بعد ريبورتد؟ بص يا سيدي، حضرتك عايز تقول حاجه في الريبورت سبيتش، شوف الدايركت بتاع الجمله دي في انهي تنس. يعني انت هتجيب كلام على لسان مستر اكس، هتعمل ريبورت سبيتش وتجيب كلام على لسان مستر اكس. تخيل مستر اكس هو قاعد قدامك كلمك بانهي تنس، على اساسه هتحول بقى. لو تخيلت مستر اكس بيكلمك، طلع بيكلمك بالبريزنت سمبل، بيتحول في الريبورتد لباس سمبل. اديكم امثله دلوقتي. لو تخيلت مستر اكس بيكلمك بالبريزنت كونتينيوس، هيتحول لباس كونتينيوس. لو تخيلت ان مستر اكس بيكلمك بالبريزنت بيرفكت او الباس سمبل، دول اللي بيتحولوا للباس بيرفكت في الريبورت سبيتش. يعني ايه؟ يعني لو قال لك مثلا ايه، انت تخيلت الراجل قدامك بيقول لك يا دكتور اي وونت ا ريفيرل مثلا، فالعيان بيكلمني في ايه؟ بريزنت سمبل. اهي انتوا بتحبوا الحاجات دي انا عارف. بريزنت سمبل بيتحول لايه؟ باست سمبل. يبقى مستر اكس ريبورتد ذات هي وونتد ا ريفيرل، ده ايه؟ باست سمبل. يبقى لو تخيلت الراجل ده هيكلمني بايه؟ بريزنت سمبل، بحولها في ريبورتد لباست سمبل. طيب لو تخيلت ان الراجل اللي قدامي ده بيكلمني في الدايركت، لقيته بيكلمني بالبريزنت كونتينيوس، يقول لي مثلا ايه؟ اي ام بلاينج فوتبول. امثله ثانيه ابتدائي اهي، بريزنت كونتينيوس بيتحول في ريبورتد لايه؟ باست كونتينيوس. هي او مستر اكس، مستر اكس ريبورتد ذات هي was playing football. Present continuous اتحول لي past continuous. طيب لو تخيلت العين ده بيكلمني، لقيته بيكلمني بالpast simple، هيقول لي I experienced pain أو I have present perfect have experienced pain. دي اللي بتتحول في reported للباست بيرفكت. مستر اكس reported that he had experienced pain. تاني بسرعه، التنس اللي بعد reported على اي اساس بختاره؟ على اساس اشوف العين قدامي في الدايركت كان بيكلمني ازاي. لو لقيته بيكلمني present simple بحوله past simple، لقيته بيكلمني present continuous بحوله past continuous، لقيته بيكلمني past simple او present perfect بيتحول عندي ل past perfect. دي قاعدة ال report speech. طيب قلت لكم هديكم مهرب في الاخر. لقيت نفسك في الامتحان عكيت او اتعكيت او اتزنقت، طب اقول تنس ايه؟ طب الراجل اللي هو قاعد قدامي كان كلمني بايه؟ يا نهار اسود، يا سنه سخه يا اولاد اللي تفعل، اعمل ايه؟ اهرب. ازاي؟ الريبورتد مش ضروري يجي بعده فيرب. الريبورتد ممكن يجي بعده ناون او يجي بعده جيرند اي ان جي. فناخد مثال، قال لك مثلا ايه؟ ال العيان في الدايركت قال لك I am not adherent to my medication. انا مش منتظم على الدواء بتاعي.
الصح بتاعها هو بيكلمني present simple فبتتحول past simple. He reported that he was not adherent. انت في الامتحان ما عرفتش تعمل القصة دي مع ستريس وضغط الامتحان ومقلق من سؤال في الليسنينج وشكك في سؤال في الريدينج والمية بتودي وتجيب. يا ترى الراجل ده كلمني ازاي؟ طب احولها ازاي؟ نسيت اهرب. هتقول he reported noun, هتقول he reported non adherence او بتحط gerund ing. he reported being non adherent او هي المثال اللي قلناه من شوية I experience pain ومش عارف ايه. he reported experiencing pain. لقيت نفسك مش قادر تظبط الفيرب اللي بعد reported حط مكانه noun او حط مكانه gerund ing. يبقى عرفتك